السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال أصدقائي؟ يا ربي لقاكم هذا الفيديو في أحسن أحوال إن شاء الله. اليوم فيديو جديد، كنتمنى يا ربي ينال الإعجاب ديالكم. غادي نخرجكم معايا لواحد السوبر مارشي سميتو أو، كيتباعو فيه لو برودوي زوينين ديال فرنسا، وبغيت نديكم معايا باش تشوفو وتعرفو عليه عن قربكم. المهم كنبغي هكا مرة نبارطاجي معكم دي زوندغوا منين كنمشي نتقضى، فما فيها باس حتى نتوما تاخدو فكرة قبل ما نمشيو. فغنعاود نفكركم ونعاود نانسيستي عليكم، إلا كنتو جداد أو لأول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا ما تنساوش تشتركوا، كذلك إلا عجبكم الفيديوهات ديالنا ما تنساوش تخليو لينا لايك، والكومنتيرات ديالكم كيف ما كانوا فأنا كنرحب بهم. بالعكس الإنسان إلا لاحظ شي حاجة ماشي زوينة مزيان يقولها لك، كتصحح من راسك، كل يوم على غدا كتستافد كتجدد من راسك، وهادي شي حاجة اللي هي زوينة. كنحاول ما أمكن أنني نصلح من راسي ديما وكنقدم شي حاجة اللي كتكون مختلفة، فيا ريت ما تدوزوش الفيديو غير هكا باش هكا تكبر لافامي ديالنا ونزيدو نتقدمو ان شاء الله. فخليكم معايا نمشيو على البركه. خليك ليلي ثاني ونطير معك الى ليلي، ما خلي الوقت ثاني يحبيب، خليك ليلي ثاني ونطير معك الى ليلي، ما خلي الوقت ثاني يحبيب. هنا كيف ما كتشوفوا معايا كاع المواد اللي فيهم هاد الحرف او، فهما منتجات فرنسيه كيتحطوا عندنا في هاد السوبر مارشي وكيتباعوا. بالنسبه للناس اللي انتريسي بداكشي ديال الحلوه، عندهم دي برودوي اللي هما صراحه دو كاليتي وزوينين، كنصحكم انكم تجيو تشوفوهم. فشوفوا معايا هاد لو لي كونسونطري اولا هاد الحليب محلل مركز ديالهم حتى هو زوين بزاف. عندهم زعما بزاف ديال لي تروك زوينين، الناس اللي كيبغيو ياخذوا هادشي ديال الحلوه. بخالان واجد، دوك لي بايات كيتباعوا، باناكوطا حتى هي واجده اون بودغ، لي زاروم مختلف الاشكال والانواع ديالهم. عند هاد لاصوص فانيتا هي زوينه بزاف، خديتها نجربها. كريم شوكولا ديسير حتى هي زوينه بزاف. شوفوا ليا هاد الكولي واجد، فابريكاسيون ارتيزانال 75% دو فروي، هادي واعره بزاف بالنسبه للناس اللي كيبغيو لي كولي واجدين يديرهم في لي تشيز كيك. زوين بزاف، سينو وجدوا راسكم في الدار. هاد لي سيغو عطى الله ما يدير. هاد الفاني انا كتعجبني بزاف، جربتها مره واحده واعره، حتى نتوما يمكن لكم تجربوها. معطي لهم هادشي ديال الباتيسري بصراحه، بودر كاكاو الترا روج سون سكر واعره، لي بات صراحه عندهم بزاف ديال الحويجات زوينين. عندهم هنا الكونفيتور ديال لي زاغروم مختلف اشكال والانواع والنكهات ولي زيبيس ديالهم، ولكن انا كنصحكم ما كاينش ما احسن من العطريه ديالنا المغربيه على حقها وطريقها مطحونه على اليد. فهنا ساليت غنمشي لاكاس وغادي ندوز نمشي للدار مباشره، غادي نوجد معكم واحد لي بانكيك بالدقيق ديال القمح، كيجيو زوينين بزاف وفي نفس الوقت صحيين. خليكم معايا. وهنا صافي من بعد ما جينا ففكرت انني ندير هاد لي بانكيك الكوتي، صراحه كيجيو زوينين وصحيين. غادي ناخذ ثلاثه الكيسان ديال الحليب عبر كاس ديال العنبه نديرهم فهاد الزلافه. هاد لي بانكيك الا جربتوهم انا متاكده حتى نتوما غادي ينالوا الاعجاب ديالكم، والاهم من هادشي ان تشوفوا النتيجه ديالهم كيفاش كتجي غزاله بزاف. صافي هنا عبر ثلاثه الكيسان بعبر كاس ديال العنبه، هنا كنت باغا ندير هاد الفاني اللي خديت وشويه وانا ندور قلبت لقيت باقينا جوج صاشيات، قلت نديرهم نصبقهم هما الاولين نحيدهم عليا. صافي غادي نضيف ثلاثه ديال البيضات. اللهم صل على النبي صلوا على الهادي، ما يشفع في هذا العبد الا محمد سيدي وهي سيدي. هنا كندير واحد 3 معالق كبار ديال السكر او ما يعادل 30 غرام، رشيشه ديال الملحه، 30 غرام ديال الزبده مذوبه، وكنحرك كلشي مره اخرى. انا هنا غنستعمل الدقيق ديال القمح كيف ما قلت لكم في الاول الفيديو، غنستعمل هذا. بطبيعه الحال استعملوا اي دقيق القمح ديالكم بالنخاله ديالو فما تزولوا شيء من النخاله. وكنحتاج 3 الكيسان بعبر كاس ديال العنبه، كنزيد 2 كيسان
كنضيف عليهم 7 غرام من الخميره الكيميائيه، عاد كنضيف الكاس الثالث، والكاس الثالث كنضيف النص ديالو تحسبا واش الدقيق كيتشرب ولا لا، عاد كنكمل كيف ما شفتوا معايا البقيه. هنا العجينه ديالكم خاصها تبقى اولا لاباغي ديالكم خاصها تبقى خفيفه، لان الدقيق ديال القمح معروف عليه كيتشرب. صافي كنغطيها بين ما نوجد المقيله ديالي فاش غنطيب لي بانكيك. صافي هنا غنمسحها بشويه ديال الزبده وغادي نبدا طريقه ديال الطهي ديالي الاعتياديه، خليكم معايا.